صباح الخير لكم كافة المشاهدين الكرام. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. اليوم اخترنا موضوع الثقافة القانونية لحتى نحكي عن أهميتها بالوضع الحالي. خلينا نعرف بالبداية شو هي الثقافة القانونية من حضرتك، وشو هو القدر الكافي خلينا نقول للشخص حتى يكون عنده ثقافة قانونية؟ تمام. هلا اليوم المواطن يجب ولازم يتمتع بحد ادنى من هي الثقافه القانونيه، لانه هي الثقافه القانونيه هي اللي بتحمي هذا الشخص من الوقوع بافعال مخالفه للقانون. نعم. وبنفس الوقت بتحمي الشخص وبتحمي ماله من الضياع، يعني هي كثير مهمه، يعني والحد الادنى منها اللي بيتمتع فيه هذا الشخص هو اللي بيحميه. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا قديش في مواضيع بسيطة بالحياة بس هي إذا الشخص لجأ فيها للقانون رح يقدر يستفيد أكثر ويجيب حقه. حكينا سابقا يمكن عن النصب والاحتيال، حكينا يمكن عن العقود وصولات الأمانة، كتير أشياء بيتعامل فيها الشخص بحياته اليومية الأساس فيها هو القانون. خلينا نحكي عن أبرز شيء لازم يعرفه أي إنسان طبيعي ضمن الثقافة القانونية. تمام. هلأ الشخص العادي لازم هو يكون عنده أول شيء فكر قانوني، يعني كشخص عادي يعني يعرف أنه هذا الصح وهذا الخطأ، يعني اليوم لازم يعرف أنه مثلا أنا ارتكبت بهذا الفعل أو عم بساوي فعل هو جاز القانون، ولكن هذا الفعل قد يؤدي به إلى مثل ما يقولوا يصبح مشتبه به أو مخالف للقانون. منها على سبيل المثال مثلا أحيانا أشخاص بيوقع سند أماني، فأحيانا بيروح بيستأجر سيارة أو بيروح بيقوم بعمل أي شيء، فبيجي الشخص الثاني مشان يضمن هذا حقه فبيوقع على سندات أمانة فاضية، فهذا الشخص اللي عم بيقبل إنه يوقع على سند أمانة فاضية أو عم بيوقع ورقة بيضاء، فهي الورقة بتودي فيه للتهلكة، يعني أحيانا إنه هذا السند الأمانة أنت أعطيته إياه فاضي، فأنت أعطيته خيار إنه يحط المبلغ اللي بده إياه ويحط العنوان اللي بده اياه، الموطن المختار اللي بده اياه، فيمكن هو يحط مبلغ يمكن انت ما تحسن تسدده، يمكن املاكك كلياتها يحط لك اياهم بسند واحد وانت ما تحسن تدفعه، فبيؤدي في مصادره املاكك، الحجز على املاكك من قبله زائد سجنك. فهذا الشيء كثير مهم والعالم كثير عم ترتكبه بشكل شائع، انه خطا توقيع السند الاماني. نعم. فاضي، خاصه انه مثلا احيانا عم يستاجروا سياره فبيكون هذاك تبع السياره خايف مثلا يروح يعمل له فيها حادث ويدفع له هذي، فيروح بيوقع على سند فاضي، فلما بصير احيانا خلاف بيناتهم بيروح بيحط قيمه السياره كلياتها بالسند وبيطالبوا فيها، فهذاك بده يرضخ ساعتها انه يدفع شو ما دفع، بيقول لك انا الربحان احسن ما المهم بدي اجيب له مثلا قيمه السياره. فهي كمان من الاخطاء الشائعه اللي عم يرتكبوها العالم كثير كثير كثير، هي احدى الامثله يعني. ومثال ثاني كمان، يعني حتى في عالم احيانا بيكون عنده مشروع صغير فبيحب يكبر هذا المشروع الصغير، فبلش ياخذ من هذا شويه مصاري ومن هذا شويه مصاري ومن هذا، فهو هون عم يرتكب جرم يعني هو يمكن يقول لك انا ما بعرف، تمام، انه انا ما بعرف انه والله هذا جرم، هو اسمه جرم جمع اموال، فهو ما بيجوز انه يجمع الاموال لانه هذا بيعاقب عليها القانون، يعني بيجي بيقول لك انا ما بعرف. الجهاله ما يعني ما في شيء اسمه جهاله بالقانون، يعني حتى الجهاله بالقانون هي بتكون نوعين فقط، يمكن واحد يتمسك فيها انه انا جاهل بهذا القانون. النوع الاول هو انه اذا صدر قانون معين فهذا القانون ما بيتطبق بحق أي مواطن سوري إلا لبعد 3 أيام من صدوره، يعني صدر اليوم معك 3 أيام أنك أنت تعلم فيه كمواطن سوري، بعد 3 أيام أنت ما عاد فيك تقول أنه أنا شو ما بعرف هذا قانون. وبالنسبة للأجنبي يلي بيحضر على سوريا لأول مرة فهو كمان نفس الشيء، ممكن يجي هذا الزلمة ما بيعرف أنه مثلا اللي احنا عندنا مثلا مرسوم أو قانون بيمنع التعامل بغير العملة السورية، فبيجي بيروح بيشتري بضاعة بالعملة الأجنبية وبيروح وبياخد كذا، فبصير أحيانا معه أشكال بيروح بيشتكي بيلاقي حاله أنه هو متورط بالتعامل غير عملة سوريا. فهون القانون كمان أعطاه مهلة 3 أيام من تاريخ وصوله على سوريا بشرط واحد، أنه ما يكون بلده مجرم نفس الجرم اللي هو شو مرتكب بسوريا. فإذا كان مثلا بلده مثلا بالجزائر بيمنع مثلا التعامل بغير العملة السورية أو غير العملة الجزائرية، وهون غير بيمنع وغير هون بيمنع، فهون ما بيحسن إنه يعتد ما دام إنه البلدين بيمنعوا التعامل. نعم. فهذا الشرطين كتير أساسيين،
وممكن هون يتمسك بالجهالة، اما غير هيك مستحيل. واكثر من هيك يعني احنا يعني اكثر الشائعين كمان هي جمع الاموال، فنحن احيانا بفكر انه هو مشروع صغير بده يكبره على حساب الناس انه يجمع له ويعطيهم، بس هذا الشيء كمان جرم، لانه اي حدا بيشتكي عليه ولد بيشتكي واحد ثاني، مجرد ما تجمع ثلاث اشخاص صارت هي جنايه جمع اموال. يعني جنايه ما لها انه مثلا شيء بسيط، يعني هي كمان من الاشخاص اللي بتقع، واذا اشتكى عليه واحد انه اخذ له مصاري يشغل له اياهم وما رجع له اياهم، قد توصفوا له اياها كمان بجرم احتيال، يعني انه اخذ مصاري وما رجع له. فهدول يعني السند الامانه وجمع الاموال هي اكثر شيء اليوم هو شائع بين الناس. نعم، كمان اليوم نسمع عن كثير اشخاص يمكن نتيجه انتشار وضروره الثقافه القانونيه يمكن اي خطوه ممكن يعملوها يلجؤوا لمحامي، ان كان حتى بمواضيع مثلا شراء منزل، بيع منزل، باي تفصيل ممكن بالحياه. حضرتك استاذ بصفتك محامي اليوم، شو بتنصح الناس؟ امتى بتنصح انه يوكلوا محامي ويكون معه خطوه بخطوه يكون شيء اساسي؟ تمام، هلا المحامي هو اليوم مهنه ضروري، يعني مهنه اوجدت ل حماية حقوق الناس ومساعدتهم وتقديم لهم العون وتقديم للقضاء العون في سبيل اظهار الحقيقه، ولكن احيانا قد يلجا الشخص لشراء عقار، فهذا الشخص يعني العقار قد يكون حقه بالمليارات، فانت شخص بيدفع مليارات، يعني حد ادنى انك انت تستشير يا محامي او شخص متخصص بهذا المجال، يعني يمكن انت تدفع هاي المليارات وتروح عليه، قد يكون هذا البيت منباع سابقا، قد يكون عليه قصص. قد يكون عليه اشاره بيع، قد يكون الوكاله اللي حبيبي عكا هذا الشخص غير صحيح، حيطلع هذا الشخص نصاب او محتال، وهي يعني هي الشائع اللي عم يصير كمان. فالشخص لما بيجيب وراء البيت ما يعني دائما ما بيعتد بالاوراق اللي بيجيبها البائع، فلازم مثلا انت لما تستشير شخص متخصص محامي او شخص رجل قانون، فهذا الشخص لما انت تستشيره فهو راح ياخذ رقم العقار، يطلع هو الاخراج القيد، يشوفه الصح انه هذا الاخراج القيد ما عليه اي اشارات بيع لهذا العقار، لانه اشاره واحده للبيع فقدت لك كل اموالك، بتروح كلياتها، لانه بيكون له حق اشاره الدعوه الاسبقيه اللي وضعها اول، فهو بده يشوف انه اذا عليه اشاره دعوه، اذا عنده هداك وكاله، فبيجوز انك انت تاخذ هي الوكاله انه هو اللي جابها البائع، لا، انت بدك تاخذ هي الوكاله تراجع فيها كاتب العدل اللي صادره، تتاكد منها انه غير معزوله، انه لساتها قائمه مفعوله، ويوم بدك تكتب العقد بدك تتاكد كمان انه هي الوكاله انه موجوده لساتها وما اعتزلها او تم اعزالها حسب اذا كانت عامه او خاصه. فهي الشغلات كثير نقاط كثير مهمه، يعني هي الشغلات اللي بتضيع للشخص احيانا حقه، فبتلاقي دفع مثلا مليار حق بيت، ثاني يوم بلاقي انه منباع البيت تماماً. فبيروحوا عليه وبيعلق بقصص كبيره، يعني بيكون مثلا شغلته بتكون احيانا استشاره، بصير بده دعوه بترح لها ايام واشهر. صحيح. طيب استاذ خلينا نحكي كمان عن مشكله ثانيه، يمكن حضرتك كنت عم تقول انه في تصرفات بيتصرفها الشخص مثل انه بيوقع على شيء او بيقول فيه يروح يشتكي يقول في حدا اخذ مني مصاري او كذا، دائما بنسمع هي الجمله القانون لا يحمي المغفلين. تمام. يعني انت بتروح لتشتكي بيقول لك وين الدليل؟ وين الاثبات؟ تمام. شو الاثباتات او الدلائل اللي لازم الشخص يوفرها ويعترف فيها القانون لحتى انا وقت بدي اروح اشتكي مثلا ممكن انا حدا دينني مصاري او تدينت من حدا مصاري بس ما اخذت عليه لا وصل ولا سند. تمام. يعني مثلا مكالمات، رسائل، مسجات، احيانا بيكونوا حاكين مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تعتبر ادله بيناتهم او لا؟ تمام. هلا اليوم القانون اخذ تسجيل مكالمات الصوتيه كحد ادنى، يعني وفق الاعراف يعني التسجيل او بموافقه النيابه تعتبر هي دليل، يعني ممكن يكون واحد مسجل مكالمه بين بيتهم ويبرزها، ممكن ياخذها القضاء منه وممكن ما يرفض ياخذها، وممكن احيانا كمان الرسائل اللي على الواتساب او الرمزجات كمان هي تكون احدى وسائل الاثبات، ولكن انه على مبدا انه القانون لا يحمي المغفل، فهي هي نفس الشيء سند الامانه، لما بيجي مثلا احيانا بيوقع سند الامانه بروح بيرفع هذاك الشخص دعوه حاطط له المبلغ اللي بده اياه وبيقول انه انا الي هذا المبلغ، فهو كيف هذا الشخص
يلي وقع سند امانه بده يثبت عكس هذا السند، وبالقانون يعتبر السند انه الورقه هي بينه كتابيه، وما بيجوز اثبات عكس هي البينه الكتابيه الا ببينه كتابيه مثلها، يعني بده يكون في ورقه وورقه ثانيه مع مثل العقد الصوري. العقد البيع احيانا واحد بيكتبه هيك مشان يتهرب من موضوع معين، فاذا ما كان في عقد ثاني بيثبت انه هذا العقد الاولاني هو عقد صوري ما له اي شيء ولا بيع وانه كان بس مجرد، فبروح عليه البيت. فدائما السند الاماني ما بيجوز اثباته الا ببينه كتابيه، وهي صعبه تثبت لانه البين الكتابي ما بيجوز حتى اثباته يعني يمكن بالشهود. بس بدنا نحكي اليوم من خلال يمكن مراجعات الناس والمظلومين وبعض الشكاوات اللي ممكن تجي لحضرتك اليوم، يمكن ابرز المشاكل اللي عم بتتم وابرز المخالفات نتيجه ضعف، ما بدنا نقول جهل كامل، نتيجه ضعف الثقافه القانونيه، شو عم بتكون وشو بتنصح العالم اليوم كيف تكون ثقافتهم القانونيه وكيف يقدروا يحموا حالهم ويحصلوا حقوقهم بنفس الوقت، يعني يعملوا تحسين كامل اذا بدنا نقول. تمام. هلا اليوم بيقدر اي شخص اليوم يعني اليوم نحن عندنا صار مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا جوجل، يعني بيقدر يلجأ إلهم انه يعرف مثلا احيانا يكتب استشارة عليها انه مثلا هي مثلا هذا الجرم هل مجرم بالقانون السوري، بيطلع له يعني بكل سهولة، يعني اذا ما بده يروح لعند محامي بيقدر يمكن احيانا يعني، بس ما راح يكون عنده دقة الجواب مثل المحامي او المستشار القانوني. بس هي دائما اللي احنا ننصح انه يروح الشخص لما يعمل اي اجراء انه يلجأ لمستشار قانوني، المستشار القانوني هو اللي بيحميه، هو بيحمي له نفسه للشخص وبيحمي له ماله، فهي كثير كثير ضرورية. يعني اليوم الاستهتار من هذا الشخص بيضيع له ماله حتى بيوديه انه للسجن. أكيد، ودائماً فرح بنقول الواحد ما بيصير له شيء إذا سأل، يعني يسأل مختص أو يسأل طبعاً. خبير أفضل من أنه بعدين يدور على حلول ما تنصفه هالحلول وما ترجع له حقه. طبعاً. شكراً لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكراً لكم كافة المشاهدين، شكراً لك. شكراً لك.